هذه محل سمنان للقطاسات ودينموهات مضخات فلاتر. طبعا هذه حسان ونص مراوحة ستيل قيمته 2287 ريال. هذا جهاز ضغط اوتوماتيك اللي يحطونه عند الخزان. هذا قيمته 300. هذه برادة. هذه برادة. طبعا هذه المحلات كلها تبع قطاسات ودينموهات ومضخات كلها جنب بعض. هذه محل سمنان للقطاسات ودينموهات مضخات فلاتر سابح. طبعا هذه حسان ونص مراوحة ستيل قيمته 2287 ريال. هذا اللي جنبه 2 حصان. هذا برضه 2 حصان مراوحة ستيل قيمته 2570 ريال. هذه حصان واحد قيمته 1328 ريال. بس هو يختلف في الأسماء دي. طبعا هذه حصان ونص. هذه حصان ونص لكن قيمته 1840. وش الفرق؟ الفرق مراوحة بلاستيك. هذا مراوحة بلاستيك قيمته 1840 ريال، لكن اللي هنا قيمته 2287 نفس الضغط لكن هذه مراوحة ستيل. برضو هذه الدفعات اللي تيجي فوق عند الخزان. هذا جهاز ضغط اوتوماتيك اللي يحطونه عند الخزان. هذا قيمته 303 ريال. طبعا هو ما يجي لحاله، بيجي مع دينمو صغيرة اللي هي زي كذا. هذا الدينمو الصغيرة وهذا الدفاع اللي فوق. هذا سعر الحالة. هذا سعر هذه بس مع الدينمو. هذه سعرها 246. يعني هذا الدفع اللي فوق، هذا الدفع مع الدينامو يركب كذا. هذه برادة قيمتها 2760 ريال. So
هذه برادة. قيمتها 4600 ريال.